السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوان ديالنا، تحية كبيرة جميع متتبعين ديالنا داخل الوطن وخارج الوطن إن شاء الله، وكذلك تحية كبيرة الإخوان ديالنا في الجزائر وفي تونس، وإن شاء الله وأكبر تحية جميع المتتبعين الإخوان ديالنا. اليوم الإخوان وقع لي واحد المشكل، وكان يعني من الحاجات اللي ما كنحملهمش، وقدر الله ما شاء فعل الحاجه المكتب ديالها، وتوفى لي واحد الطير، مات لي واحد الطير. هذا الطير هذا يعني بديت معاه بلي كان صغير، يعني بلي كان فريخ، بلي كان بيبي، ومات بواحد الطريقه اللي هي انا استعجبت منها، ان يعني علاش مات بديك الطريقه. وش نقول لكم، يعني الله بعض المرات كيقدر عليك شي حوايج. شنقول، الحمد لله على كل شيء والاخوان وصافي. الاخوان ديالنا اللي بغيت ننصحكم، يعني غادي نوريكم الطائر اللي مات ليا ان شاء الله، ولكن غادي نعرفوا السبب. ويعني انا ما شفتش انا هذا السبب، لو ما عرفتوش، يعني لو كنت عرفت السبب نحاول يعني نتفاداه، ولكن يعني طائر يعني وقع له هذا المشكل هذا. انا بدي تفاجأت، وكنت كان عندي في واحد لاكاج، وانا هزيته وحطيته في واحد لاكاج كان عندي ديال واحد الطيور اخرين، قلت راه نحطو في ديك لاكاج. حطيته، المهم ضرب واحد اسبوع تقريبا ما كاملش، حتى انا ما بغيتش نحط معايا البيروكي غري دو غابو باش ما يشوفش هذا الطير هذا، يعني عن قرب بانه ميت بهذه الطريقه هذه. الاخوان ديالنا يعني سمحوا لي وصافي، ها هو الاخوان مات بهذه الطريقه اللي مفجعه بزاف. لاحظوا الاخوان، انا تصدمت والله، تصدمت. لاحظوا كيفاش مات، لاحظوا كيفاش وقع عليه، خشى راسو من تما وما قدرش يهز الراس، مع فرخ صغير باقي صغير ما قدرش يهز الراس ديالو، للاسف مات وما كنتش باغي عليه، مات بطريقه يعني محزنه بزاف. انا ما كنتش باغي يموت بهذه الطريقه هذه، يعني حتى يموت موت موت طبيعيه، ولكن الاخوان هذا هو المشكل. دابا انا جيت وقلت الطير هذا، قلت غادي ندير فيديو، يعني ما غاديش نتعطل اكثر باش تعرفوا، يعني كيوقع الافات، كيوقع المشكل، كيوقع المسائل، ولكن انا ما بغيكمش تطيحوا فيها. يعني وقعت، يعني اي واحد وقعت ليه شي حاجه، يعني انا كنتمنى ان يشاركها مع الاصدقاء ديالو، يشارك مع الناس الا كانت عنده الروح ديال الروح ديال 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 الولاعه، وعنده الروح عزيزه. الاخوان ديالنا يعني الناس اللي كتوقع لهم شي حاجه، كنتمنى ان يشاركوا الاغلاط اللي كيوقعوا لي. هذا انا ما شفتوش هذه البلاصه، هذه كان ما شفتها انا بهذه الطريقه. الفرخ كيف ما كتشوفوا انه خشى الراس ديالو من هنا وتقج، يعني حصل له الراس. ها فين دابا لقيتوني، بغيت نحيدو دابا مسكين. هنا الاخوان، لاحظوا تا باش خشى الراس ديالو، خشاه مزير العجب كيفاش خشاه، تقول عي شي واحد دفع له الراس ديالو مسكين. لا حول ولا قوة الا بالله. ها هو الاخوان ديالنا، ولكن قبل ما ندوزو والله يرحمه صافي. قبل ما ندوزو الاخوان، يعني باش نكملوا معكم الفيديو، غادي ندفنوا الطيور، ما تخليهمش هكا. كاين الناس هادشي هذا كيحسبوا حاجه بسيطه، كيحسبوا شي حاجه اللي ما عندهاش قيمه. الاخوان ديالنا هذه تهي الروح، والطير كديك الحب ديال الولاعه، وهذه حاولت لويه في واحد القماش، مش كنقول لك انا يعني كفنوا ولا عمل عليه ولا دير عليه الجنازه ولا دي، لا، احتراما لهذا الطائر وهذه الولاعه، لوي عليه واحد القماش ولا دره بيضاء ولا هادي، ولويها عليه، وحاول يعني تدفنو في شي بلاصه اللي ما غاديش الطير ياكلو ولا هادي. كاينين الطيور كيموتوا بالمرض،
كاين انتيور الاخوان كيموتوا بالمرض، كاين انتيور كيموتوا بالمرض، الناس اللي كيموتوا ليهم الفراخ بالمرض وهادي يدفنوهم الله يجازيكم بخير، راه كيجيو قطوط كياكلوهم، كيجيو طيور كياكلوهم بحال طائر النوراس بحال هادي، حتى هو كياكل هادشي هذا الا لقاه كياكلو طائر الناس الطيور حتى هي يعني ماشي كياكل عين الحوت وصافي، حتى هو مفترس. والقطوط كتعرفوا القطوط كاين الناس كيشبر الطير ماتلو كيشيبو في ميكا كيسيبو في حشاكم في الزبالة، كيجي الطير كيقطع ديك الميكا كيلقاه كياكلو، كيكون الطير مريض فيه السالمونيلا فيه شي مرض خايب ديال الصدر ولا هادي كيولي حتى ديك الطير مريض وهاز ديك المرض هذا. الاخوان ديالنا الله يجازيكم بخير، المهم مات ليه شي واحد شي حاجة ما فيها بس هزة دفنها، تقدر تدفنها في محبق عندك في الدار، دير واحد بلاصة عندك في الدار مثلا في السطاح ولا في الباركون ولا هادي شي طاسة فيها تراب وكتدفن فيها الفرخ ديالك وكتخليه تما، ما غادي يطلق لا ريحة ما حتى شي حاجة، لأن الطيور ما كتطلقش الريحة خانزة بحال إلا ماتت مثلا كلب ولا قطة ولا حاجة، الطيور سبحان الله ما كيطلقوش داك الريحه اللي خانزه، كتلقى الطير مات ولا هادي ما كيطلقش الريحه ديال الجيفه كما كنقولوا ريحه الجيفه يعني ضعيفه كتكون. اخوان ديالنا دفنوهم الله يجازيكم، اما في التراب اما في الخلاء اما عندكم في السطح ولا عندكم في الباركون، المهم تدفن في التراب لانه ما غادي يدير لك حتى شي مشكل، شي طاسه كبيره ولا شي محبق ولا هادي تقدر تدفنه في المحبق عندك عادي جدا. الاخوان ديالنا الله يجازيكم بخير، نعاودوا الديفو اللي شفنا حنايا ها هو البلايص بحال هكا الله يجازيكم بخير، حاولوا تردوا لهم البال. دابا هذا الطير خشى راسو، كان كيلعب خشى راسو حصل له الراس ديالو هنا ما قدرش يرجعو وبقى حتى تخنق. الاخوان ديالنا هكذا كان خصو يكون، انا ما شفتوش هكذا كان خصو يكون. الاخوان ديالنا ردوا البال الله يجازيكم بخير، ردوا البال ردوا البال ردوا البال. انا هاد الساعه هادي درت لكم الفيديو، هاد الساعه كانت خليكم معايا نقول لكم دابا الساعه دابا كانت 11 ونص ديال الليل، 11 ونص ديال الليل جيت لقيت الفرخ ميت. الاخوان ديالنا هاد الفرخ هذا راه ربيتو انا بلي كان صغير، راه كنظن انكم شفتوه في الحلقات اللي دازو، ربيتو بلي كان باقي صغير يعني وليد صغير، واخا كان معاق من الجناح على حسب ما اظن الجناح الايسر، ماشي مشكل كنت باغي نخليه معايا ديما يعني ولا نعطيه لشي واحد كادو ولا هادي، ولكن للاسف وكنتمنى يعني يتغفر لنا الذنب هذا. الاخوان ديالنا بقاو معنا ونوريكم كيفاش دفنوا الطيور ديالكم. تحية تحية كبيرة وشكرا، شكرا متتبعين ديالنا داخل الوطن وخارج الوطن ان شاء الله، وكذلك الاخوان ديالنا المبتدئين ان شاء الله. كاينين فيديوهات فلوجات جدادين جايين ان شاء الله. الاخوان ديالنا كنتمنى انكم الناس اللي متابعينا على القناة واللي والناس الجداد اللي على القناة ان بارطاجيو الاخوان، لايك 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 باش القناة تزيد القدام والناس يزيدوا يستافدوا من هذه المعلومات ان شاء الله. اخوان ديالنا كيف ما كتستافد انت حاول تخلي واحد اخر يستافد لايك وكتخلي الفيديو انه ينتشر بواحد السرعه ان شاء الله. شكرا للاخوان ديالنا وخليكم معنا ما تمشيو فين، حنا باقيين غادي ندفنوا الفرخ. تحياتي انا الاخوان كيف ما كتشوفوا معايا انا مع الليل دابا عاد نبدا نقلب على الدره ولا على الطرشون ولا شي منديل، انا قررت نديرو في هذا وندفنو. غنخشيه هنايا الاخوان لاحظوا معايا هو انا الاخوان كما كتشوفوا معايا سديتو من جوج جهات من هنا وهنا، راه عندي التراب عندي في السطح يعني ندفنو حدانا فهمتيني في الدار الاخوان، غادي ندفنو حدايا في الدار غادي ندير له بلاصه ديالو هنا وغادي ندفنو فيها. وانا الاخوان نحاول نحفر له بحال قبر صغير غادي تسع فيها هيا you
يا اخوان لاحظتوا كيفاش دابا هادشي هذا تقدر ديرو عندك في الدار الا عندك اتساع وعندك عندك الغرس، يعني بحال نقول لكم ماشي بلاصه فيها التراب بزاف كما كتلاحظوا. انا عندي بلايص بزاف هنايا، هادشي هذا مصوب باش كنعطيه للفراخ، معدنوس، الكرافس، هادشي كامل كنعطيه للطيور كنديرو عندي في الدار. الاخوان ديالنا كيف ما كتشوفوا ها هو، وغادي ندفنوه. ها هو الاخوان دفنتو كما كتشوفوا معنا، وكنتمنى للجميع ان الطويرات ديالكم ولا الفريخات ولا البيروكيات ولا القطوط ولا الكلاب بطولة العمر ان شاء الله، لان الولاعه صعيب ان تشوف شي طير ديالك مات وانك ربيتيه من الصغر ديالو، كتجي صعيبه وقاصحه شويه. الاخوان ديالنا كيف ما شفتوا معنا ان دفنا الفريخ ديال الكالوبسيت او طائر الكالوبسيت ولا طائر الكالوان اللي كانوا يقولوا ان العين حق، ولكن الاخوان كيكون سبب، يعني هذا سبب مات الطائر ما بدنا والو. يعني كتقول يا ريت لو كنت، ولكن الحاجه مقدره، ما عندناش علاش نقولوا لو كنت، يعني الحاجه مكتوبه مقدره. ربما بعض الاشياء ولا كتوقع والله يعني كيسخر فيها، يعني كتموت ولا كتوقع على بزاف الحياه بزاف الاشياء كتكون شي حاجه يعني الله سبحانه وتعالى حيدها علينا من الطريق، يعني بحال واحد الامتحان والى اخره. الاخوان ديالنا من هذا المنبر باش ما نطولش عليكم بزاف، الاخوان ديالنا كيف ما شفتوا نحاول بعض النصائح اللي غادي نحاول. انا ما فهمتش كيفاش وقع لي انني ما شفت هاد الديفو في هاد القفز، حيت بان لي قفز جديد نقي جديد، كان عندي قفز جديد صيفط لواحد السيد في واحد الطال كان جديد، يعني ما قلبته ما ولا بان لي جديد، قلت ما يكون لا مهرس لا والو. اللي بغيت ننصحكم، شفتوا المشكل اللي وقع لينا، المشكل اللي وقع لينا شاركته معكم، شوفوا القفوزه ديالكم راه كيكون مشاكل، الطير كيبقى يخرج راسو كيبغي يخرج كيبغي هادي، كتوقع في المقنين كتوقع حتى في الكانال والمقنين كتوقع بزاف الناس. وكذلك الاخوان الالعاب اللي فيها الخيوط ردوا بالكم، وحط السيد باش نزيدكم واحد القضيه، واحد السيد صديق ديالي لقى الطير ديالو مشنوق، لقى الطير ديالو مشنوق بواحد اللعاب العاب ديال البيروكيات فيهم الخيوط وهذه، ولقى الطير انها داك الخيط داك العبيت والو على الرقبه ديالو وواحد البلاصه من الراس ديالو، لقى الطير ديالو مشنوق معلق مشنوق. الاخوان ديالنا لان الطيور البيروكيات ولا الطيور كيلعبوا بالحاجات كيبغي يستكشف فيه الحس ديال الفضول وكيبغي يعرف بزاف ديال الحوايج. هنا الاخوان ديالنا الله يجازيكم بخير، حاولوا يعني نتفادوا هاد المشاكل هذه، الله يجازيكم بخير، واللي عنده شي طوير الله يخلي ليه، واللي عنده شي والدين الله يخليهم ليه، واللي عنده شي حاجه عزيزه الله يخليها ليه. الاخوان ديالنا كان معكم اخوكم مصعب كينغ بارود، بكل تواضع الاخوان ما تبخلوش علينا، لايك سبسكرايب الاخوان، وكذلك كومونتي راس ديالكم ان شاء الله، كاينين فيديوهات بزاف جايين. اللي عنده شي سؤال يمكن يخلي ليا في الكومنتير وهنتكلم، يخلي لي اسئله كاملين، ما تحاولوش تعطي دابا كنحاول يعني فرض واحد ما يعطينيش السؤال هو عنده 10 اسئله، يعطيني الاسئله ديالك ماشي مشكل، كنسجلها وكنخدم عليها ونجاوبكم عليها ان شاء الله. الاخوان ديالنا تحيه كبيره مني لكم، وتهلاو في طويراتكم وشكرا.